في خطوة مفاجئة، الصين تعلن قرار صادم بخصوص ديونها المستحقة لدى مصر، وهو إسقاط جزء كبير من هذه الديون. فما هو المقابل؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ وهل تنازلت مصر عن أصول سيادية للصين تمس الأمن القومي في المقابل؟ ولماذا تحاول الصين بث المزيد من الدفء في العلاقات المصرية الصينية اليوم؟ وعلى حساب من؟ وما هو سر توقيت قرار روسيا أيضاً في إسقاط ديون بعض الدول الإفريقية؟ وهل مصر من ضمنهم؟ أعلنت جمهورية الصين الشعبية عن إسقاط 8 مليار دولار من مديونية جمهورية مصر العربية لديها، وكمان وافقت على مبادلة جزء آخر من ديون مصر، وده في صورة مساهمات صينية لتنفيذ مشروعات تنموية. يعني نقدر نقول كده الديون اتحولت إلى استثمارات، استثماراً لنجاح مصر في جذب الاستثمار الأجنبي. وتتبع الصين في نفس النهج السعودية والإمارات اللي بدأوا من السنة اللي فاتت في تحويل جزء من مديونية مصر لديهم إلى استثمارات داخل السوق المصري والاقتصاد المصري. الصين نفت ما يثار عن إن بكين أسقطت جزء من مديونيتها مقابل الحصول أو تملكها أصول مصرية، أو حتى الحصول على حصص في أصول مصر، أو حتى الحصول على حق انتفاع أصول مصرية. الكلام ده حصل بالتزامن مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستلغي ديون الدول الإفريقية بقيمة 20 مليار دولار، ولكن لحد دلوقتي لم يحدد الدول الإفريقية اللي هيكون ليها نصيب. وإن كانت مصادر رفضت ذكر اسمها في موسكو قد أكدت أن مصر لها حصة من القرار الروسي. القرار الصيني لا يتعلق بمصر لوحدها، ولكن أيضاً بعدد من الدول. الكلام ده بيحصل في الوقت اللي الإعلام الغربي بيدعي فيه إن الصين بتستخدم الديون لتطويق الدول الإفريقية أو حتى الدول النامية والأسواق الناشئة، وبتحاول تحذر من التعاون مع الصين. بل ونشر الإعلام الغربي بكثافة من سنتين شائعة إن الصين بسبب الديون حطت إيديها على مطارات إحدى الدول الإفريقية وبقت ملك لها. ولكن الحقيقة إن الصين بتستثمر عادي جدا زي أي دولة. الفارق بين الصين والغرب إن الصين بتستثمر فعلا، مش بتربط استثماراتها بإملاءات سياسية وعسكرية ودبلوماسية زي ما أمريكا والغرب ما بيعملوا. الفارق إن الصين جاية للعيش الكريم المشترك، لمشروع زي طريق الحرير الجديد. إنما أمريكا ما عندهاش أي مشاريع اقتصادية أو تنموية عظمى، ولكن عندها الشرق الأوسط الكبير، عندها الفوضى الخلاق، عندها فرق تسد وتوزيع أدوار، عندها شغل ساقط يليق بدولة استعمارية وريثة الاستعمار البريطاني. الصين عمرها ما هتسقط ديون عن مصر وتستبدل بعض الديون بالاستثمارات إلا لو كانت مصر دولة مهمة للصين سياسيا واقتصاديا، واقتصادها واعد سياسيا يوم ما أسقطت الديون، واقتصاديا يوم ما حولت الديون إلى استثمارات. وده يوصلنا لفكرة إنه مهما كان في لجان إلكترونية بتحشد ضد الحقيقة دي، بس مصر هي أهم سوق اقتصادي ناشئ في العالم كله النهاردة، وأكتر سوق ناشئ في العالم عارف يتعافى ببطء من آثار كورونا والحرب الأوكرانية والملاذ الآمن والقانوني لاستثمارات أجنبية حول العالم، بتدور على مكان آمن من غير ما تتفاجئ بعد ما تعمل استثمارات أو ودائع إنها أمام أزمة انهيار بنوك زي أمريكا أو انهيار أسهم زي سويسرا. الصين بتشتغل على مشروع الحزام والطريق، وده المشروع اللي هيسيطر على سلاسل الإمداد في العالم أجمع تحت حماية الصين، واللي صرفت عليه حتى اليوم 250 مليار دولار، ونقول بعدها وداعاً لأي مقالب غربية أو أمريكية تتسبب في تعطيل سلاسل الإمداد زي ما الحرب الأوكرانية أو العقوبات الغربية على روسيا ما عملت. حركة التجارة العالمية بالكامل هتبقى تحت إشراف الصين من الشرق للغرب ومن الشمال إلى الجنوب والعكس. قلب المشروع وقلب خريطة العالم عبر العصور كلها هي قناة السويس. محور قناة السويس الثانية هو المكان اللي هتعبر منه بضائع طريق الحرير الجديد، ومشروع الحزام والطريق الصيني من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب والعكس. وده حتى من قبل طريق الحزام والطريق. قناة السويس هي بوابة الصين إلى العالم، ودي حقيقة في كافة خرائط مشروع طريق الحرير الجديد. والكلام ده موجه لكل نصاب قال يوماً أن هناك قطار صيني بديل لقناة السويس،
أو الخبر اللي بيطلع يومياً وبطلوه علشان إحنا وراهم وبنكذبهم مرة ورا التانية إنه هناك بديل صيني أو إسرائيلي ولا حتى بحريني أو موزمبيقي لقناة السويس. قناة السويس يا سادة ليس لها بديل. لو كان ليها بديل كان الفرنسيين راحوا عملوه في المكان البديل بدل ما جم مصر وأقنعوا سعيد باشا بالمشروع. الصين وليست روسيا هي من يمتلك اليوم فرصة أكبر لتشكيل نظام عالمي جديد. روسيا متعثرة في الحرب الأوكرانية، ولكن الصين كانت حربها الحقيقية هي الحرب البيولوجية أو وباء كورونا اللي كان مدسوس على ووهان بترتيبات أمريكية من الدولة العميقة الأمريكية بدون حتى إخطار إدارة ترامب اللي اتفاجئت زي الصين والعالم كله بهذا الوباء اللي خدم مجموعة المصالح والشركات اللي وصلت جو بايدن اليوم للرئاسة الأمريكية. وفكرة إن الصين العظمى ترى في مصر أنها الحليف الأول لها في الشرق الأوسط وليست إسرائيل أو إيران أو تركيا أو السعودية، ده بيوضح لنا أن شخصية مصر في زمن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حسمت صراع النفوذ والصراع الإقليمي في الشرق الأوسط لصالح القاهرة. الخطوة الصينية وبعدها روسيا في تحويل ديون مصر إلى استثمارات ومن قبلهم الإمارات والسعودية هي خطوات هتشجع الغرب على اتخاذ خطوات مماثلة. ودي الإجابة على سؤال، هي مصر هتسدد كل الديون دي ازاي؟ هي كانت ديون وقت ما كنا احنا لسه بنقف على رجلينا، ولكن دلوقتي هتبقى استثمارات. المبالغ دي واحدة واحدة هتتسحب من رصيد الديون الى رصيد جذب الاستثمارات الخارجية، يعني خلق فرص عمل وزيادة الانتاج ونمو الاقتصاد وضرائب ورسوم. احنا كسبنا في الفترة ما بين انه الفلوس دي كانت ديون ودلوقتي بقت استثمارات إننا دورنا الفلوس دي في الاقتصاد المصري وعرفنا نكسب بيها مشاريع وفرص عمل وفرص استثمار ورفع تقييم مصر الدولي اقتصادياً حول العالم، وحتى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وأخيراً إنه أنت دولة ليست فاشلة أو ساقطة اقتصادياً زي دول ضاعت وانتهت. انتهت عملتها قبل ما ينتهي جيشها، وانتهى جيشها من قبل ما يبقى ملهاش حدود معروفة وبقت مجرد ملاعب وساحات إقليمية لحرب عالمية جارية بالفعل. طبعاً الأخبار دي مش هتشوفها ولا تسمعها في ترندات سوشيال ميديا والناس اللي مقعداك قبل اجتماع البنك المركزي المصري بيوم كامل تضرب إفيهات بخصوص قرار العالم كله عارف إنه هيحصل. مصر تقدم رد عملي على أي فكرة ساذجة عن وجود ديون يمكن أن تعطل مسيرتها. مصر باقية أبدية وحسمت وضعها كسيدة الشرق بامتياز. حفظ الله مصر من كل أكاذيب أهل الشر وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.